يعني بالشكل، بينما عمليا ميزانياتها وحساباتها، تعرف معظم الشركات في بورصة فلسطين مسجلة بالدولار أو الدينار، معظم الحسابات اللي تقدم للهيئات العامة مقدمة بالدينار أو الدولار. هذا بيعني إنه بالنهاية إما كل شهر أو في نهاية كل سنة بده يتم معادلة الدخل اللي بيجي، نفترض 100 مليون شيكل تحول إلى دولار وتسجل كدولار. في هاي الحالة ستسجل خسائر كبيرة الشركات اللي تنتج محليا أو تبيع خدمات محلية، مثل الاتصالات الفلسطينية، دواجن فلسطين عزيزة، الزيوت النباتية، المطاحن، القمح الذهبي، الكرتون إلى آخره. هذا النوع من الشركات تحقق بسبب سعر الصرف خسائر في ميزانياتها، وستظهر بدون شك في الربع الأول، الثاني، الثالث، والرابع، وهكذا ما دامت أسعار الصرف تواصل ارتفاعها. الشركات اللي مصدرة، وهي قليلة في حالتنا على الأقل، التصديرية هي فقط التي تستفيد بشكل واضح من فرق أسعار الصرف، وهي الوحيدة اللي بتحقق أرباح ملموسة. للأسف إحنا قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التصدير محدودة، كمية صادراته مش كبيرة بشكل كافي، فتلقائيا معناه إذا إحنا اقتصاد مستورد بشكل رئيسي، معناه حندفع فرق سعر الصرف من جيبتنا بشكل كتير أكبر.